بمجرد أن تنظر إلى هذه الصورة تشعر وكأنها أرشيفية منقولة من أحداث يناير 2011، لكن البعض يقول إن الأعداد ربما فاقت من خرج مطالبا الرئيس السابق مبارك بالرحيل. حشود ضخمة خرجت في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية ولا تزال تعتصم هناك للمطالبة برحيل رجل يفخر ومؤيدوه بكونه أول رئيس مدني منتخب بعد مبارك. عام مر على اعتلاء الرئيس محمد مرسي لكرسي الرئاسة، وفي نهايته خرجت الجموع تطالب برحيله. متمردة على الوضع وعلى الرئيس اللي هو ما ينفعش يبقى رئيس، لأن البلد دي عظيمة قوي وكبيرة قوي، واحنا ناس عايشين طول عمرنا بحريتنا وبكرامتنا، لأن مصر دي أم الدنيا وأم العالم كله. أما يجي واحد يقل منها ويقل من كرامتنا، لا ما يبقاش جنبنا ولا ليه لازمة معانا. وغير بعيد عن قصره الرئاسي احتضن أنصاره للدفاع عما وصفوه بشرعية الصندوق. لو قدر الله، لو حقق الله بعض من أحلام اليقظة بتاعتكم وسقط الدكتور مرسي وجبتوا رئيس تاني، ايه رأيكم في اللي ممكن يعملوا الملايين اللي ورايا ديت مع الرئيس الجديد اللي انتوا هتجيبوه؟ هيوقفوا له ويناموا له في الشارع، وبكده هنخش في حلقة مفرغة مش هتنتهي ابدا. الرئيس المصري في رده اكتفى بحوار اجراه مع صحيفة الجارديان البريطانية، قال فيه انه اذا ما استجاب للمطالب فالنتيجة معلومة، الفوضى. والمتحدث باسمه جدد الدعوة لحوار مع رموز للمعارضة، يرى البعض ان تأثيرها محدود في الشارع. في تقدير أن المشهد السياسي في مصر مشهد سريع وأحداثه متلاحقة، وبالتالي في سياسة معينة بتحكمنا. هذه السياسة أن إحنا مؤسسة الرئاسة عايزة تستمع لكافة الرؤى ولكافة المقترحات، وهناك قوة وهناك مبادرات. يعني أرجو، يمكن أنا مش عايز أخش في التفاصيل، لكن على مدار الساعة مبادرات تطرح. مع حلول الليل تلاشت سلمية المظاهرات شيئا فشيئا، ووقعت أحداث عنف متفرقة أبرزها كان إضرام النيران في المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بضواحي العاصمة المصرية، شرارة تنذر بتطور سريع للأحداث نحو عنف يطال مئات الآلاف، لا سيما مع تمسك كل طرف بموقفه. وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب. قبل عام من الآن خطب الرئيس في ميدان التحرير وسط مئات الآلاف كانوا يتلهفون لسماع أولى كلماته كرئيس للجمهورية، لكن بالأمس بدأ واضحا أن مئات الآلاف أيضا لم تعد لديهم ذات الحماسة. محمد رضا، بي بي سي.